بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل لوليك الفرج كثير من الاخوه والاخوات يبعثون برسائل حول قضيه كيف نحفظ انفسنا واولادنا وما نملك من العين والحسد وكذلك من شر الجن والانس اجمعين والا يصل الينا والى اولادنا او لما نملك اي ضرر فماذا نفعل؟ رجاء استمع رجاء استمعي لدعاء الإمام زين العابدين عليه السلام لدفع شر الجن والإنس وكذلك العين والحسد ولا يأتيك الضرر أبداً. اقرأه بعد كل صلاة فريضة، وإذا لم تستطع فاقرأه بعد صلاة الفجر أو مرة واحدة بعد صلاة العشاء، على كل الأحوال اقرأه مرة واحدة في اليوم. اختر الوقت المناسب الدعاء ما هو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله والى الله وفي سبيل الله اللهم اليك اسلمت نفسي واليك وجهت وجهي واليك فوضت امري فاحفظني بحفظ الايمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فجرب ولا تشك برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام